الحصول حين يود السائقين الحصول على رخصة أو ترخيص، بالأحرى ترخيص مربوط ببراءة ذمة من البلدية، كيف وليش؟ أكيد رح نعرف هذا الموضوع، نتعرف على تفاصيله وحيثياته من السيد سعيد كتاني مدير دائرة مراقب المرور في طول كرم. ربط ترخيص السيرفيس ببراءة مالية، براءة ذمة من البلدية. صباح الخيرات سيد سعيد. الله يسعدك، صباح جميع المستمعين. حياك الله. يعني أستاذ سعيد، الموضوع واضح وهنالك تذمر وأيضا يعني سخط من قبل السائقين، ليش يتم الربط ما بين ترخيص السيارات وبراءة المالية من البلدية؟ الحقيقة هو الموضوع يبدو أنه في لبسين في الموضوع. إحنا الكتاب اللي بنطلبه من البلدية هو طبعا السيرفيس لازم يكون تحميله من المجمعات. الكتاب اللي إحنا بنطلبه هو التزام هؤلاء الساكنين في التحميل من المجمعات مش من خارج المجمعات، وهذا الغاية منه هو تنظيم العمل. ولكن يعني للأسف أنا كنت في إجازة 14 الماضي هذه، فيبدو أن حصل لبس عند البلدية أنه يطلبوا الديون. هو من حق البلدية طبعا إذا كان في التزامات على السائقين هذا حق لهم يطلبوا بطريقتهم، ولكن مش عن طريق هذا الكتاب. ولا يجوز يعني ربط ترخيصه بالسيرفيس، صحيح؟ لا إحنا مش رابطين هذا الموضوع نهائيا. مطلبنا هو كتاب البلدية بيقول كونها هي المسؤولة عن المجمعات بأن هذا السائق ملزم بالتحميل من المجمعات، انما تحصيل زي ما قلت لك هو تحصيل بلديات لديونها، هذا هو يعني لهم الحق باي طريقه يرونها مناسبه يعني لتحصيل ديون. لكن سيد سعيد، يعني ذهاب بعض السائقين، ونحن ايضا قمنا بالذهاب مع بعض السائقين من اجل عمل الترخيص بالنسبه للسياره، لكن رفض هذا الطلب لان دائره الترخيص طلبت براءه ذمه من البلديه. اذا يعني حتى وان كان هنالك لبس من قبل الطلب او فحوى الطلب من قبل البلدية لدائرة التراخيص، لكن هو معمول به على أرض الواقع. لا زال بنقول، أنا الصبح حكيت معهم مع البلدية، قلت لهم مطلبنا واضح ومش جديد، هو يعني قبل سنة ونص تقريبا جميع الدوائر السير في الوطن تطلب هذا الكتاب، كان هنا موقف كأنه في هذاك الوقت تم ربط الديون في المطلب هذا. احنا مطلبنا زي ما قلنا غاية ولحد الآن بنقول مطلبنا هو التزام السائق بالتحميل من المجمعات، غير هيك احنا الوزارة ما لها دخل في قضية تحصيل الديون. يعني هل لا علاقة ببراءة الذمة؟ يعني هل الترخيص حاليا ليس له علاقة ببراءة الذمة من البلدية؟ ما لوش علاقة نهائيا. المطلب واضح وانا بأكد وبكرر معاكم الآن، المطلب هو التزام السائق بالتحميل من المجمع. طيب. إذا راح السائق للبلدية وكان في عليه التزامات وكان يتهرب منها في وقت الأوقات، هذا يعني مش من حق السائق أنه يتهرب من أداء الحق اللي عليه. نعم. طب سيد سعيد، هذه المواقف التي يتواجد بها السائقون على مختلف الخطوط التي ذكرناها، هل في تعريف قانون السير تعتبر مجمعات خاصة؟ وفي ظل الحديث في الأونة الأخيرة سيد جمال شقير تحدث عن ضرورة أن يتوفر وتتوفر هنالك خدمات في هذه المواقف، لكن هي فعليا هل تعتبر مجمعات؟ نعم هو احنا يعني هاي المجمع الشمالي عندنا في طول كرم، هي خلينا نقول مواقف ملتزم بالتحميل. لما نقول ملتزم بالتحميل من المجمع، سواء كان مجمع مثل المجمع الشمالي او القديم، وفي منهم يعني في منهم بالشارع بصراحه للاسف، ولكن هو موقف للتحميل، موقف للتحميل، اذا ليس بمجمع كما هو متعارف عليه. ولكن هو لما احنا شو الهدف من المطلب؟ انه حتى ينضبط السكن فيما بينهم وما يكون في يعني تعديات على بعضهم، واحد يحاول يحمل من هذه الحاره واحد من هذه الحاره، فبنقول هذه النقطه او البؤره اللي اصبح متعارف عليها مكان للتحميل والتنزيل او مجمع رسمي. طب على الاقل يعني سيد سعيد، يعني على الاقل قارمه انها تكون موجوده او اشاره او شخص مروري الى انه هذا موقف يحميهم، لا يوجد على الاقل في تلك المواقع. نعم هذا حق وهذا ضرورة، هو موجود على حسب حد علمي على جميع المواقف المتعارف عليها زي الناب زي لا يعني بصراحة لا يوجد على الإطلاق. يعني احنا كانت لنا بالتصوير. جولة ميدانية حتى وان وجدت هذه الكارما بتكون مخصصة للبرايفت، خصوصا مثلا في المجمع القديم، وأزمة مرورية خانقة جدا.
لا البرايفت ما احنا يعني ما فيش الا مواقف يكون لا هي تحذر من تواجد البرايفت في هذه المنطقه ولا تعلن للرائي او القادم او الزائر او السائق انه هذا موقف خاص بخط معين. يعني الحديث جميل اننا نتحدث عن مجمعات للسيارات، لكن للاسف من المسؤول الذي يتغيب عن مسؤوليته في ضروره المتابعه بتوفر الخدمات الخاصه بهذه المجمعات وفقا للقانون المعروف والمنصوص عليه فلسطينيا، أن تتوفر الخدمات، أن يتوفر مثلا مكان للصلاة، أن تتوفر المرافق العامة، أن تتوفر لوحة تعنون بموقف. مظلة تقي من الشمس والأمطار على الأقل. نعم هذا كان مطالب، وإحنا يعني ربطنا أمور يعني وكان الأخ جمال الشكير عملنا جولة ميدانية مع المجمع الشمالي وتم فتح المصلى وتم عمل جولة على دورة المياه على إضافة مقاعد، كل هذه كانت مطالب دور البلدية أنها تؤدي كونها هي المسؤولة عن المجمعات وكان في مطالب وتحقق قسم من هذه المطالب. نتمنى أنه يكون أفضل من هيك فيما بعد، يعني وجميع المجمعات حتى اللي بتقول عنهم هن في الشارع للأسف، يعني المجمعات الرسمية اللي هي في وسط البلد فوق والشمالي ما بيستوعبنش جميع المركبات حتى أنا نقدر ننزلهن، ولكن إحنا بنقول يعني نعمل بما هو متاح حاليا. المجمعات هذه الموجودة بهمنا أن يكونوا ملتزمين بالتحليل منها. إذن على ماذا المستحقات توضع أو يعني تطلب من السائقين إذا لم يكن هنالك بالفعل الخدمات التي أنتم أيضا تطالبون بأن تتوفر ليس فقط في المجمعات الرئيسية وإنما في المواقف الخاصة بالسيارات؟ هناك طبعا في النقابة، يعني هو في النقابة نطالب بتوفير جميع هذه نقول الخدمات، واحنا يعني بنضغط بهذا الاتجاه وبنطالب ومن البلديات انه توفر جميع الخدمات، ولكن يعني احنا واذا لم يتم توفير بصراحة اذا لم يتم توفير هل هنالك يعني طرق للضغط؟ طبعا احنا كان في بعض الامور يعني رفضنا التعامل فيها من ضمنها يعني هذا الطلب هذا الكتاب لحين توفير بعض الخدمات، تم توفير جزء منها، ويعني راح نظل احنا كوزاره بهذا الاتجاه انه نطالب فعلا بتوفير جميع الخدمات اللي بيطالبوا فيها السائقين. يعني ممكن احنا اذا لم يتم تم توفير جزء اذا هذا المطلب، قلت لك احنا نغير واحد في الموضوع انه يلتزم السائق في التحميل من الأماكن المحددة، مش المجمعات، الأماكن المحددة للتحميل والتنزيل. نعم. ما يخرجش برا. نعم. الآن توفير متطلباته إحنا داعمين وبنشد وبنأكد عليها وعلى البلدية إنها توفر جميع المطالب للسائقين. طب سيد سعيد نعود للمحور الرئيسي في أو من هذا اللقاء، هو هل بالإمكان للسائق أن يذهب من أجل إلى دائرة الترخيص من أجل الحصول على ترخيص للسيرفيس دون أن يطلب منه براءة مالية من البلدية؟ البراءة المالية هذا زي ما كنت بأكد مش هذا ليس مطلب إلنا في دائرة السير. نعم. مطلبنا إحنا الالتزام، اليوم صباحا يعني قبل ما تحكوا معي مع بلدية الكرم قلنا لهم المطلب إحنا هو اللي هو التزام بالتحميل، إذا ما بيحملش من المجمع هذا هو المطلب، إذا عليه التزامات مالية. وطلبنا منهم انه اذا كان مبالغ عالي انه ينسكوا لتحصيل حقوقهم، ما يعني كله عليه 10,000 كل بديه من بالساعه، هذه هيك احنا بنرفضها انه يعني تقسيط المبلغ عليه ضمن الاصول اللي يكون السائق يقدر يامن وبدون شكات بصراحه، لانه مثلا في بعض الشفرية حسبونا اياها بالقلم وبالورقه، تطلب الموضوع 5 دفاتر شكات لعمليه المطالبات الماليه، على الرغم انهم هنالك استعداد من قبل السائقين للدفع لكن بطريقه اكثر منطقيه واكثر قدره تتوائم والحياه العامه. نعم بعد ذلك كانوا يتوجهوا للنقابه لانه النقابه كانت حاضره، نقابه السائقين معنا على في الاجتماع، واذا كان في ضغط عليهم بشكل زي ما بتقول انت مطلوب منه يدفعهم كل يعني بضغط كبير ما بتحملوش، النقابة تبلغنا بهذا الكلام واحنا لنا تصرفنا. نعم كل الشكر لك سيد سعيد كتاني مدير دائرة مراقب المرور في طول كرم، حدثنا عن طبيعة المستجدات المتعلقة والشكوى الرئيسية حول ربط ترخيص سيرفيس مع براءة المالية.